لما تكون موجوع وما حد سامعك، بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود، ولما تكون مهموم وما حد سألك، والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش، بياع اللي بتفاش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك، وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية جوال وبالتل. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعة أطيب. شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار. حبيت كيف وانا قاعد في البيت، سرعة وطاير وعليت، والنت مكفينا مكفينا، وشو صار مش طالع انا بالدار، الفايبر سرعته نار، انا والعيل باجواء السرعة جلينا، ويلا نعيش مع مالت الجيجا فايبر، يلا نعيش على السرعة، أجواء السرعة بتفرق مع مالت الجيجا فايبر. في البيت عيش أعلى سرعة انترنت بتكفي كل العيلة مع مالت الجيجا فايبر، أسرع انترنت منزلي. للاشتراك زوروا أحد معارض مالت وجوال أو الموزعين المعتمدين أو الاتصال على 199، خاضع للإمكانية الفنية. هذا وقتي وهذا زماني، بلف الدنيا وأنا في مكاني مطمن، أنا مش عادي. توفيرنا مش عادي، 7,000 دولار يوميا، 70,000 دولار شهريا، 700,000 دولار على 7 فائزين، جوائزنا 7 أيام في الأسبوع، يجري السحب على الجوائز الكبرى وتنتهي الحملة بتاريخ 31/1/2024، خاضع لشروط الحملة وأحكام البنك. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو الاتصال على 1700-150-150. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. قشطة يا عم سمعني كلام، ونهارك فل يا سيدي، الكل كل حدا بتشوفه ببالة، جبالك قشطة من البنار أخضر من يلي ببالة، القشطة الحامض سر الغامض واحسبها تحدي، يا ما شفنا ودقنا ويا ما جربنا بس هيود عربي، دوق القشطة دوق، يا عيني يا عيني على القشطة دوق، يا ليلي يا ليلي على القشطة دوق. القشطة الحامضة من بقلولتي، ببساطة أزكى، البنار اختيار كل الدار. صباح الخير، الله يسعد صباحكم أينما كنتم، نحييكم في هذا اليوم وفي هذه التغطية المتواصلة لأهم وآخر التطورات والأحداث. اليوم الثلاثاء 17 من أكتوبر للعام 2023.
الحيط قرب يخلص هذا الليل عمر الاحتلال ما يدوم حتى لو يطول الليل شد الحيط يا شعبنا شد الحيط قرب يخلص هذا الليل عمر الاحتلال ما يدوم حتى لو يطول الليل احنا شعبنا بها. أينما كنتم نحييكم بتحية الوطن فلسطين، تحية القدس، تحية غزة هاشم، تحية الضفة، تحية الداخل الفلسطيني والشتات، أينما كنتم نحييكم بهذه التحية، أينما طبعا تواجد الفلسطيني في كل أنحاء العالم. نحن اليوم في هذه الموجة الخاصة والتغطية الخاصة، غزة الصامدة، غزة الأمل، الكثير من التطورات بعد 11 يوما من الحرب والعدوان. في كل مرة نقول أن هذه الليلة كانت هي الليلة الأكثر قسوة على أهلنا وعلى العائلات والنساء والأطفال، لكن في كل ليلة تكون هي الليلة الأقصى من الليلة السابقة. مجازر لا زالت ترتكب بحق أبناء شعبنا في اليوم 11 من العدوان، بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة وكبيرة في القدس وفي جميع أنحاء الضفة. ارحل ارحل يا محتل في أرضي ما راحت. تتابعون هذه التغطية وهذه الموجة على شبكة وطن الإعلامية عبر تلفزيون وطن، عبر إذاعة وطن FM على الموجة 99.2، عبر موقع وكالة وطن للأنباء على الفيسبوك طبعا مباشر. صباح الخير لكل اللي قادر يسمعنا مباشر، لكل اللي قادر يوصل الصوت اليوم، لأنه أيضا في هناك تحريض وفي هناك هجوم ومحاربة للمحتوى الفلسطيني على كل مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم الحرب على الكلمة، على المنشور، على الموقع، على الموقف، وربما أيضا في الأيام المقبلة سيكون على نشر الأخبار. أسميه جنون غير مسبوق في مهاجمة كل محتوى يتحدث عن هذا العدوان منذ 11 يوما. ننوه أنه حتى هذه اللحظة مع كل الأخبار التي تتحدث عن إمكانية فتح معبر رفح، لم يفتح المعبر حتى اللحظة، لم تدخل المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، سينفذ الوقود في خلال الساعات المقبلة، المستشفيات ضمن الإمكانية القصوى، كل شيء بدأ ينهك في قطاع غزة، البشر، الحجر، الشجر، المستشفيات وكل شيء. 11 يوما من الغارات المكثفة، لم يعد هناك يعني احتمال أو تحمل أكثر بسبب هذه الغارات. 2866 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح في العدوان المتواصل على شعبنا في غزة والضفة. وننوه أيضا أنه لا تزال المواقف الدولية والعربية خجولة خجولة، لم تخرج أكثر من إدانة الحدث، لكن على صعيد العالم بدأ العالم يستيقظ ويصحو لهذه المجازر، وبدأت حملات الدعم تزداد أكثر وأكثر للشعب الفلسطيني، وتحديدا بعد كل هذه المجازر والغارات التي ترتكب بحق العزل من النساء والأطفال في غزة.
اليونيسف قالت بالأمس الماء نفد من غزة ومجبرون لاستخدام المياه القذرة. هذا ما قالته منظمة اليونيسف، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بأن الماء قد نفد من الأطفال والأسر في قطاع غزة، وهم الآن مجبرون على استخدام المياه القذرة من الآبار، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه. نحن مقبلون على أوبئة ومكرها صحية خطيرة جدا في قطاع غزة. المنظمة في منشور لها على منصة إكس قالت مساء الأمس: نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية لضمان الوصول الآمن ودون عوائق إلى الأطفال والعائلات في غزة. كما قالت أيضا ونفت أي تقارير تتحدث عن دخول الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. للآن لم يدخل أي شيء إلى قطاع غزة. الأونر وقالت أيضا عبر لسان مديرة الإعلام بها: لم تدخل أي إمدادات على الإطلاق إلى غزة منذ 7 أكتوبر، لا وقود، لا طعام، لا ماء، ولا أي نوع آخر من المساعدات. طيب، آخر المستجدات والأخبار. إذن 71 شهيدا في مجزرة ارتكبت استهدفت منازل المواطنين في رفح وخان يونس جنوبي القطاع. 71 شهيدا ومئات الجرحى في غارات شنها الاحتلال استهدفت المدنيين. 54 شهيدا وعشرات الجرحى بينهم نساء وأطفال جراء غارات إسرائيلية على رفح وخان يونس جنوبي القطاع. إذن في هذا الصباح الباكر تكشفت معالم المجزرة التي ارتكبت فجرا بحق أبناء شعبنا في رفح وفي خان يونس أيضا. 71 شهيد من النساء والأطفال نتيجة الغارات الإسرائيلية على رفح وخان يونس. طبعا
وكان قد ارتفع أصلا عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل في مخيم برفح جنوب قطاع غزة إلى 20 شهيدا، وهناك أيضا 14 شهيدا جراء قصف منزل آخر، وأربعة شهداء بينهم طفل جراء قصف منزل في آخر في رفح، مجموعهم 71 شهيدا. إذن كل هؤلاء الشهداء هم فقط الفجر عند قصف المنازل. ننوه بأنه هذه المنازل لا تحوي عائلة واحدة فقط، اليوم العائلات جميعا تجتمع في المنازل، بمعنى المنزل يكون مكون من 20 إلى 30 نفر، لأن العائلات في هذه الظروف تكون مع بعضها البعض، وخاصة نحن نتحدث عن مناطق قد لجأ إليها الكثير من المواطنين من شمال غزة، وبعد أن نزحوا إليها بفعل القصف المكثف على الشمال بدأ هذا الهجوم وهذه الغارات على الجنوب مثل رفح وخان يونس. التركيز حقيقة الآن التركيز على إدخال المواد المهمة من غذاء ومساعدات إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، التركيز الآن إلى الضغط من أجل فتح معبر رفح لإدخال المواد الغذائية وإدخال الوقود وأيضا اللوازم الطبية، التركيز الآن من أجل هدنة إنسانية تتوقف فيها النيران المشتعلة في غزة، هذه الحرائق، هذه الغارات المكثفة من أجل إنقاذ ما تبقى من الأطفال والنساء الذين طبعا يعني هم في أماكن غير آمنة وبحاجة إلى المساعدات. هذا التركيز وهذه الضغط وهذه الحملات اليوم من أجل أي خبر يفيد بضرورة وجود هدنة إنسانية أو حتى فتح معبر رفح لسويعات من أجل إدخال المواد الغذائية وإدخال الوقود واللوازم الطبية. وضع المستشفيات لا يرثى له. طبعا إذا بدك تيجي تحكي عن وضع المستشفيات فهي عبارة عن ملجأ للكثير من المواطنين بالمئات الذين لجأوا إلى المستشفى كمكان آمن هروبا من القصف، هي أيضا إذا ملجأ للاحتماء، هي أيضا مكان للعلاج، هي أيضا مكان للجثامين المكومة والمكدسة بعد القصف، وهي مهددة بالقصف أيضا كمستشفيات. فوضع حقيقة لا يرثى له. يعني صباحا استمعت إلى المصادر الطبية في قطاع غزة كانت تتحدث إلى أنه هناك المئات على أجهزة التنفس الاصطناعي، في حال توقف الوقود سيؤدي ذلك إلى موت كل من هو على هذا الجهاز، لأنه هذا الوقود هو الذي بالطبيعة الحال يشغل الأجهزة الطبية وجميع الأجهزة داخل المستشفيات. لم يعد هناك متسعا من الوقت، التحذيرات في كل يوم من أن لا نصل إلى أنه أيضا يموت كل من في المستشفيات. We'll be right back.
طبعا كل ذلك يجري في ظل الحديث عن اجتياح بري لقطاع غزة، وبعد أن تحدث وصرح جيش الاحتلال بأنه يجهز لعملية برية باطلاع أمريكي، لكن المؤشرات الأخيرة تدل على أنه يوجد ربما تراجع في قضية الهجوم البري. للآن لم تتخذ الحكومة أو جيش الاحتلال هذه الخطوة، خطوة الهجوم البري على قطاع غزة، نناقشها اليوم، كما سنناقش في جولتنا وتغطيتنا حملة الترهيب بحق المقدسيين وفلسطينيي الداخل والتحقيق مع العشرات وتوقيف العشرات من النشطاء الكتاب الفنانين، كان آخرها احتجاز بالأمس وتوقيف الفنانة دلال أبو آمنة، وهي فنانة طبعا معروفة بحسها الوطني، وأيضا هي طبيبة تخصص أعصاب دماغ، بالأمس ذهبت من أجل أن تقدم حقيقة شكوى بفعل التحريض عليها، فقام الاحتلال باحتجازها وتوقيفها والتحقيق معها على منشور كتبته على مواقع التواصل الاجتماعي تقول فيه لا غالب إلا الله. على أي حال نبدأ إذن في موضوع آخر، التطورات المتعلقة باحتمالية الهجوم البري، وينضم لنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ عماد أبو عواد مدير مركز القدس للدراسات. أستاذ عماد أهلا بك معنا. طبعا خير لك كريم والمستمعين الكرام، تحياتي لك. هل هناك فعليا مؤشرات لتراجع الهجوم البري خاصة مع التحذيرات والخلافات الداخلية داخل الأوساط الإسرائيلية والتحذيرات الخارجية سواء من حزب الله أو حتى تصريحات وزير الخارجية الإيراني بالأمس؟ يعني ريم هناك الكثير من الاختلافات والخلافات الداخلية حول دخول البري في إسرائيل. هناك شعور بأن إسرائيل ذاهبة إلى ورطة كبيرة في هذا الملف وبأن الحرب ستطول جدا، لكن لا يجب فقط التركيز على هذه القضية. الحقيقة بأنه ما تقوم به إسرائيل من الجو هو يعني حرب للأخضر واليابس وتدمير غير مسبوق، وسياسة تريد إسرائيل من خلالها ربما يعني حرق كل غزة بهذه الطريقة. بالتالي عندما يتم التركيز فقط على الموضوع البري هل ستدخل أم لا، يبدو أن إسرائيل تستغل الفرصة من خلال المزيد من الاستهداف من الجو. بالعودة إلى جوهر السؤال، يعني بالتأكيد إسرائيل ترى بأن الموضوع ليس نزهة، بأنه كتائب القسام استطاعت القيام بضربة قوية جدا في 7 أكتوبر، وقد تكون هذه الضربة لها ارتدادات قوية أثناء العملية العسكرية، وربما ما قامت به إسرائيل من انتقام قد يؤدي إلى ردة فعل أكبر، على وعلى عدم ثقة الشارع الإسرائيلي بالحكومة بأنه هي تستخدم الموضوع كملف سياسي لمصالح بنيامين نتنياهو، وبأنه الجيش الإسرائيلي غير مستعد، وبأنه عمليا يعني الدخول البري لن يؤتي في مار. كل هذه القضايا مطروحة على الطاولة، لكن في المقابل أيضا هناك نفس يريد الدخول البري، وهناك نفس يعني أكثر تطرفا يريد الاجتياح البري. ويجب أن نميز بين الاجتياح البري والدخول البري. الدخول برأيي سيكون محدود في إطار يعني حدود غلاف غزة كما حدث عام 2014، لكن الاجتياح الذي يتحدث عنه البعض بأن دخول غزة من بيت إلى بيت وهذا مستبعد بالتأكيد. نعم، لكن المؤشرات أكثر على التراجع بحسب قراءتك لكل ما يجري، أم أنه هناك يعني الأصوات التي تؤيد الهجوم البري أكثر؟ الأصوات السياسية التي تؤيد الهجوم البري كثيرة جدا، وليس فقط السياسية الموجودة إنما السياسية القديمة. إشكالية هؤلاء بأنه لديهم جمهور لا يريد الدخول البري، ولديهم قناعات بأن الهجوم البري لن يحل من قبل يعني الجيش سيبقى يعاني كثيرا في هذا الملف. من هنا هناك قناعات ترتفع وتزداد بأنه الدخول البري إن لم يكن سيحسم المعركة من جانب، وإن لم يكن سيوفر الكثير من الضحايا بالنسبة لهم في المستقبل، وإن لم يكن سيؤدي إلى عدم إطالة الحرب يجب الدخول البري. كل الثلاث معطيات هاي غير موجودة. بالتالي هناك في إسرائيل حقيقة يعني دعيني أقول الحيرة الأكبر منذ بداية هذه الحرب إلى اليوم. ودعيني أشير بأنه عمليا الحديث عن الدخول البري كان في لحظة الصدمة، لحظة عدم القدرة على استيعاب الحدث، في لحظة ربما يعني أن إسرائيل ما حل بها لم يكن يعني
شيئا متوقعا، وبالتالي السقف المرتفع من المطالب تعودنا عليه من دولة الاحتلال، لكن كانت دائما تخرج دون تحقيق أي من مطالبها في قطاع غزة، مع أنه حجم الدمار الذي يحل بالقطاع الآن ليس فقط غير مسبوق، إنما حقيقة يعني ربما فاجأ الكثيرين. طيب الآن يعني هناك مناوشات بدأت تأخذ طابع ساخن في جبهة الشمال أستاذ عماد، وهذه المناوشات أيضا تعد من التحذيرات لأي عدوان جديد أو توسيع لرقعة هذا العدوان أو الحرب، بالإضافة لتصريحات وزير خارجية إيران بالأمس حول أنه بما معناه قال توقعوا منا كل شيء في حال فكر الاحتلال بهذا الهجوم أو بتوسيع رقعة الحرب. هذه التصريحات وهذه المناوشات في جبهة الشمال ماذا تشكل بالنسبة للاحتلال الذي يشن حربه الآن على قطاع غزة، ويعني كل قوة العسكرية الآن يمارسها في هذا العدوان؟ يعني دعينا نأخذ الموضوع بشقين. الشق الأول أنه ما حدث في قطاع غزة إلى الآن يستدعي التدخل، حتى لا نجمل الصورة كثيرا. إحنا بنتحدث عن أكثر من يعني 100,000 بيت بين مهدم جزئيا وكليا، نتحدث عن 3,000 شهيد، نتحدث عن سياسة أرض محروقة. الآن لا شك إسرائيل لا تريد دخول الجبهة الشمالية ولا تريد أن تجد نفسها أمام جبهتين، وبالتالي هي تسعى قدر الإمكان لأن تبقى المناوشات منضبطة إلى الحد البعيد، وهي إلى الآن منضبطة وبهذا الاتجاه. لكن يجب أن ننتبه أن إسرائيل استطاعت تمرير الموضوع البري، بمعنى أنه هي تحدثت كثيرا عن الموضوع البري فدفعت حزب الله وإيران للحديث عن رفض الدخول البري، ولكن ماذا عن ماذا يحدث من الجو؟ يعني وليس سهلا وليس يعني مستساغا، والحقيقة يعني سيسبب كوارث إنسانية ستلحق بالقطاع لسنوات طويلة هذا إذا ما توقف القصف اليوم، لكن القصف سيستمر أيام أخرى، وبالتالي سيكون هناك المزيد من الألم الذي سيحصل على الأرض. وبالتالي باعتقادي يجب تغيير هذه النظرية بأنه إذا ما دخلت إسرائيل بري سنقوم بالتدخل. فالموضوع باعتقادي يعني يحتاج إلى دراسات. تحذيرات إيران من إجراء استباقي محتمل خلال الساعات المقبلة، كيف تم أخذ هذه التصريحات في الإعلام العبري أو في الأوساط الإسرائيلية؟ هل لاقت أي اهتمام أو تعليق بالنسبة للإعلام، الصحف، المحللين بشكل عام؟ لا، المحللين الإسرائيليين يعني على قناعة تامة بأن إيران لن تتدخل بشكل مباشر في الحرب. يعني من الممكن أن يتم في الإقليم من بعض يعني دعينا أقول حلفاء إيران أن يكون هناك ردة فعل أو أخرى تجاه ما يحدث في قطاع غزة، لكن إسرائيل أيضا دولة لديها قراءتها السياسية، ودولة الآن يعني لا تقود الحرب، إنما الولايات المتحدة هي التي تقود الحرب في قطاع غزة. نتحدث عن بلينكين ما غادر تقريبا المنطقة، وزير الدفاع، وبايدن جاينا خلال الأيام الجاية، وبالتالي احنا بنتحدث عن قدرة اسرائيل على قراءة المعطيات بشكل معمق، قراءتها ان ايران لن تتدخل، لانه عمليا ايران ستجد نفسها في ورطة حقيقية وفي حرب طويلة المدى وفي ربما يعني تدخل الكثير من الدول ضدها. الى الان هذه هي القراءة، لكن لا احد يضمن ما التطورات التي قد تحدث في المستقبل. يعني هذه التحذيرات أيضا الرئيس الإيراني عند يعني حديثه مع فلاديمير بوتين قال إنه أي هجوم بري للجيش الإسرائيلي على غزة سيؤدي إلى حرب طويلة ومتعددة الجبهات. هذه فقط مجرد يعني تصريحات تراها يعني أستاذ عماد، وأيضا هكذا تقرأها الأوساط الإسرائيلية؟ يعني لا شك إنه طول الحرب سيؤدي إلى وجود جبهات أخرى، يعني هذا لا خلاف عليه، لأنه عمليا ستجد نفسها يعني الجبهة الشمالية محرجة، وربما تجد نفسها قد دخلت دون تخطيط مسبق. كذلك الضفة الغربية من الممكن يعني أن تنفجر في أي وقت في وجه الاحتلال، وبالتالي لا أحد يريد استمرار الحرب، يعني لا بالتأكيد الاحتلال لا يريد ولا المقاومة الفلسطينية تريد، لكن دعينا نعود ونكرر بأنه ما يحدث من الجو هو كارثة حقيقية بكل ما تحمل الكلمة معنى، يحتاج إلى تدخل، يجب أن نبعد شماعة الدخول البري على حزب الله. التدخل صراحة محل في قطاع غزة كبير ومهول والتدمير يعني غير مسبوق، بالتالي يجب أن يكون هناك تدخل بوتيرة أقوى إذا ما أراد المحور الحفاظ على ثقة الجمهور فيه. ودعينا نكون صريحين، هو جمهور حماس أصلا
بالمجمل يشكك في المحور. مع هذه الأحداث وعدم التدخل باعتقادي مساحة الشك ستكون أكبر لدى يعني الشرائح المختلفة. نعم، شكرا جزيلا لك عماد أبو عواد المختص بالشأن الإسرائيلي ومدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية، تحياتي. في آخر التطورات أيضا والأخبار تباعا، طيران الاحتلال إذن يشن قبل قليل مخيم، يشن غاراته على مخيم الشبورة في رفح. واضح أنه تركيز الغارات منذ يومين على رفح بشكل غير مسبوق بصراحة، تركيز كبير في القصف والغارات على رفح، رفح التي استقبلت الآلاف من النازحين إليها من الشمال. إذن طائرات الاحتلال يستهدف قبل قليل مخيم الشابورة في رفح. أيضا في التطورات، إسرائيل طلبت من أمريكا حزمة مساعدات بقيمة 10 مليار دولار غير تلك التي قدمت بشكل عاجل للاحتلال. إذن إسرائيل طلبت من أمريكا حزمة مساعدات بقيمة 10 مليار دولار، كما أن يعني هناك أخبار تتحدث عن وصول القيادة المركزية في الجيش الأمريكي إلى دولة الاحتلال للقاء القيادة العسكرية للجيش. إذن وصلت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي للقاء القيادة العسكرية لجيش الاحتلال. نحاول طبعا أن نكون معكم أولا بأول في حول الاستهداف الأخير لمخيم الشبورة في رفح، وأيضا ما هي آخر التطورات في هذه الغارة.
طيران الاحتلال إذن يستهدف الشابورة في رفح. للآن حجم الغارة وأيضا فيما إذا كان هناك عدد كبير من الشهداء، يعني نحاول أكثر فأكثر الوصول إلى المعلومات. طبعا عدد الشهداء من الصحفيين وصل إلى 13 شهيدا في هذا العدوان بعد استشهاد صحفي في قناة الأقصى. بناء على ذلك رويترز تطالب إسرائيل بالتحقيق بمقتل مصور الوكالة عصام عبد الله. طبعا طالبت وكالة رويترز بإجراء تحقيق سريع وشفاف بشأن مقتل مصور الوكالة في لبنان عصام عبد الله. وقالت رئيسة تحريرها: شهود عيان أفادوا بأن القذيفة التي قتلت مصورنا جاءت من إسرائيل، وأطالب القوات الإسرائيلية بتوضيح قواعد الاشتباك في هذا الصراع. وزيرة الصحة الإسرائيلية توعز للمستشفيات بتخزين كميات من الغذاء والأدوية لأربعة أشهر. إذن هذا الخبر ورد عن وزيرة الصحة الإسرائيلية توعز للمستشفيات بتخزين كميات من الغذاء والأدوية لأربعة أشهر. طبعا هذه حتى اللحظة أبرز الأخبار والمستجدات المتعلقة بالقصف المتواصل على أبناء شعبنا في غزة وقبل قليل في رفح. طيب إذن متواصلون معكم متابعينا ومشاهدينا، نتحول إلى الأستاذ هاني المصري الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الخط الهاتفي. أستاذ هاني صباح الخير، أهلا بك معنا. أستاذ هاني صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح الخير، أهلين يا هلا. تحياتي لك. إذن متواصل هذا العدوان منذ 11 يوما. نحن نتحدث بشكل عام، تحدثنا عن هذه الغارات المكثفة حتى اللحظة، يعني قبل قليل كانت غارة على رفح جنوب القطاع بعد أن نزح إلى الجنوب الآلاف، الآن تكثف الغارات على الجنوب. المهم الآن أود أن أسألك بالبداية، منذ بداية الهجوم حتى هذه اللحظة، كيف تقرأ المواقف العربية وتحديدا عندما تحدث المصر عن الموقف المصري، موقف السعودية والأردن في ظل للآن ولا دولة عربية استطاعت أن تدخل مواد أو مساعدات إلى القطاع في ظل هذا الانهاك الذي وصل له القطاع ونفاد كل شيء تقريبا، كيف تقرأ هذه المواقف؟ أقرأها كما يلي، لنبدأ بالجزء الجيد. أن نعم. الدول العربية رفضت تهجير شعبنا من قطاع غزة إلى سيناء، وهذا يسجل لهم. أيضا رفضوا الإدانة الصريحة لحماس كما كانت تطالب الإدارة الأمريكية ودول أوروبية، وهذا أيضا يسجل لهم. ولكن بعد ذلك هم الهم الأكبر للدبلوماسية العربية هو أن لا تمتد الحرب إلى يعني الإقليم، أي أن لا تفتح الجبهة الشمالية.
وأن يكون هناك ممر يعني للمساعدات الإنسانية بدون أن ينجحوا في ذلك. وأعتقد لأنهم لم يستخدموا الأوراق السياسية والاقتصادية التي لديهم، لم يتخذوا الموقف المتناسب مع حجم الخطر. هذه حرب إبادة وليست حرب ضد حماس ولا حرب ضد فقط الشعب الفلسطيني، حرب لهيمنة إسرائيل على المنطقة من جديد. لأنه إذا تم القضاء على المقاومة، وهذا طبعا هدف مستحيل التحقيق، لأن المقاومة موجودة ما دام هناك شعب فلسطيني، يعني ما دام هناك حقوق مغتصبة وأراضي محتلة وتمييز وقهر عنصري يعني. لكن بقول إذا تم التوجيه ضربة قوية للمقاومة، فبالتالي هذا سيكون مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية من كل جوانبها، وترحيل الفلسطينيين إلى الأردن وإلى سيناء وإلى أراضي أخرى يعني على امتداد العالم، لأن إسرائيل تريد أن تبقى وتكون دولة نقية يهودية، وهذا لا يتناسب مع وجود 7 مليون فلسطيني على أرض فلسطين. وبالتالي هذا جزء من الصراع العالمي على العالم الجديد. يعني إذا نظروا المسألة أنه مجرد في فصيل فلسطيني أو عدة فصائل فلسطينية قاموا بتنفيذ عملية كبيرة على إسرائيل، وأن إسرائيل ترد على هذه العملية وبالتالي وزادت بحجم ردها بحيث ارتقى إلى يعني عقاب جماعي يعني شيء، وإذا نظرنا لها بهذا المعنى الذي ذكرته شيء آخر. إذا بالمعنى الذي ذكرته لا، الموقف العربي الرسمي لم يرتقي يعني إلى هذه الدرجة، ولم يركز كما ينبغي على موضوع وقف الحرب يعني وقف العدوان. يعني هذا الموضوع الذي يجب أن يكون يعني ضمنه جزء منه موضوع تخفيف المعاناة الإنسانية. تحولت مسألة تخفيف المعاناة الإنسانية كأنها هي القضية، أما العدوان الذي يحصد كل يوم يعني عشرات وأحيانا المئات من الضحايا ويقع الشهداء، فهذا كأنه مقبول. يعني المهم تخفيف معاناة يعني شعبنا، مع أنه الهدف الأساسي لقوات الاحتلال حتى الآن هو الشعب ومقدراته وبنيته التحتية، لأنهم لا يريدوا أن يبقى قطاع غزة أرض قابلة للحياة. يعني وإلا لماذا هذا التدمير المنهجي لكل الخدمات العامة حتى المستشفيات حتى الدفاع المدني؟ حتى هذا لأنهم يفكروا أن يجعلوا قطاع غزة أو جزء منه منطقة عازلة بفر زون كما يقال. فبالتالي بهذا المعنى لا، الموقف العربي لم يرتقي، لم يسحب ولا بلد عربي من الذين لهم علاقات السفير، رغم انه صحيح يعني بالعاده كان هناك خطوات مثل سحب السفراء. نعم. على يعني اقل من ذلك بكثير، صحيح من على اقل من ذلك بكثير. هذه المره لم نشهد اي سحب لاي سفير في الدول كالمعتاد، كيف تفسر هذا؟ هذا بدل على الضعف وعلى الخوف وعلى التبعية وعلى يعني لا شيء، رغم أن هناك غليان بالشارع العربي. يعني لاحظنا يعني في عدة بلدان عربية يعني في مظاهرات مليونية وليس بالآلاف أو بالمئات فقط. ومع ذلك لم يرتقي الموقف الرسمي إلى الحد المطلوب أو الحد الأدنى. أصلا لو في موقف عربي رسمي مناسب لن تجرؤ إسرائيل على القيام بإبادة للشعب الفلسطيني. يعني هذه المسألة أحد تفسيراتها إنه في موقف عربي ضعيف. وبالتالي صحيح لم يوافقوا على أن يشاركوا في التهجير، ولم يوافقوا على إدانة حماس بشكل صريح، ولكن هذا لا يكفي على الإطلاق. يعني فيما يتعلق أستاذ هاني بمعبر رفح، الموقف المصري رافض لفتح المعبر ودخول الآلاف من الفلسطينيين، هذا الرفض كيف نفسره؟ هل هو فعليا كما أعلن ظاهريا خوفا من التهجير، بحيث أن الدول العربية جميعها أعلنت موقفها عن رفض تهجير الفلسطينيين، أم خوفا على مصالحها القومية والأمن القومي المصري في حال دخل الآلاف من الفلسطينيين؟ كيف يفسر الموضوع؟ هون يجب أن نكون يعني أمينين. مصر لا تريد أن تفتح المعبر فقط لخروج الأجانب والأمريكان. يعني مصر تريد أن يكون هناك دخول للبضائع والوقود والمساعدات الطبية وخروج للجرحى، لأن إسرائيل هي المعرقل بالدليل أنها قصفت يعني معبر رفح عدة مرات. يجب أن يكون الموقف المصري أشد في مواجهة يعني اعتداء إسرائيلي على ممر يعني يعتبر أيضا جزء من السيادة المصرية.
يعني، ولكن مصر لا توافق على فتح المعبر بالطريقة التي تريدها إسرائيل. إسرائيل تريد أن تتحكم هي والولايات المتحدة على المساعدات وكيف وأين توزع، وهذا العائق الأكبر لعدم الاتفاق حتى الآن. هم لا يريدون أن توزع المساعدات الجهات المسؤولة بقطاع غزة، وهي التي تعرف وهي التي على الأرض، وهي يعني كأنهم يريدون أن ينشئوا سلطات موازية أو أشكال موازية حتى يتم يعني ذلك. نعم. طيب أستاذ هاني، هذا الرفض يؤدي إلى كارثة إنسانية، يعني هل فعليا مصر عاجزة عن الضغط من أجل إدخال مساعدات عاجلة وطارئة إلى غزة؟ يجب تحدي الإسرائيل، يعني بمعنى يعني مرة من المرات في زمن حسني مبارك رفضت إسرائيل، فأصر الرئيس المصري على دخول الشاحنات لمساعدة أهلنا في قطاع غزة. يعني لا يجب أن نضع يعني خطواتنا على مقاس ما تقبل أو ما ترفض إسرائيل القبول به. يعني هناك مجال لموقف أشد، ولكن مثل ما قلت ممكن استخدام أوراق دبلوماسية وسياسية كثيرة لإظهار الغضب. الموضوع مش خلاف أو القضية يعني قابلة للتأجيل. كل يوم يعني موت المزيد من الفلسطينيين، كل يوم يعني نقترب من التهجير. صحيح. يعني لأنه لا يوجد متسع من الوقت. نعم. لا يعني لا يوجد آثرة في الوقت، وبالتالي إنه إحنا بنستنى نتائج جولة بلينكن ومنلاحظ إنه أمريكا شريكة، وبالتالي حتى التصريحات اللي بيصرحوا فيها هاي الضحك على الزقون. يعني لو كانت أمريكا بدها فتح معبر رفح عن جد تبذل جهود وبتضغط على إسرائيل، ولكن هي التي تشترك بالحرب البرية من خلال إرسال 2000 جندي أمريكي، هي والذي أعلن الرئيس الأمريكي أنه مع يعني قضاء على حماس، ولكن ما بده يتم احتلال قطاع غزة. يعني القضاء على حماس يعني بكفي، يعني كأنه هذا حدث أولا هدف قابل للتحقيق، وثانيا كأنه هذا ممكن أن يتم بدون احتلال قطاع غزة. يعني بالتالي أنه أمريكا لا يجب أن نعول عليها أو نراهن عليها. يعني الرهان على الشعوب العربية وتحركها الذي يجب أن نتصاعد، الرهان على فتح الجبهة الشمالية. صدقيني إذا صار في فتح للجبهة الشعبية الشمالية عندها يمكن أن يكون هناك وقف للحرب. هذا أكثر شيء ممكن يؤثر على هذه الحرب. عشان هيك لاحظي كلهم بيولولوا خايفين من الحرب الإقليمية وإنه تتسع الحرب. أما إبادة الشعب الفلسطيني كأنه مقبول. صحيح. يعني هذا كأنه شيء يعني ممكن التعايش معه. صحيح. وبالتالي الجبهة الشمالية كلما اقترب موعد فتحها كلما ساعد ذلك على وقف الحرب. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ هاني المصري الكاتب والمحلل السياسي، تحياتي لك، شكرا جزيلا. أهلين. يا أهلا. السلطات الفرنسية قامت باعتقال القيادية بالجبهة الشعبية الدكتورة مريم أبو دقة. الدكتورة مريم كانت في زيارة إلى فرنسا قبل عملية الطوفان بيوم بتاريخ 6 أكتوبر، وعقدت القيادة في الجبهة خلالها سلسلة لقاءات وجولة واسعة لوضع المتضامنين الفرنسيين في صورة الأوضاع الراهنة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. شاركت أبو دقة في ندوة احتضنتها جامعة لومير في مدينة ليون الفرنسية بدعوة من تجمع 69 لدعم الشعب الفلسطيني تحت عنوان الاستيطان والفصل العنصري الإسرائيلي، أي مستقبل للفلسطيني. يشار إلى أنها عضوة في المكتب السياسي للجبهة الشعبية منذ العام 2000، لكن قامت طبعا الشرطة باعتقالها، الشرطة الفرنسية والسلطات الفرنسية صباح هذا اليوم. نتوقف عند فاصل قصير لموجز لأهم الأخبار ونعود لمتابعة هذه التغطية، وبعد الفاصل حملة ترهيب بحق المقدسيين وفلسطينيي الداخل، فماذا يقول القانون؟ انتظرونا بعد الفاصل.
مع كل دقة قلب كان بينبض بالحب يوم عن يوم ثقتكو فينا بتعلى مشينا معكو الدرب تحدينا كل الصعب كبرنا فيكم خطوة بخطوة واللي جاي أحلى وصلنا لكل عيني بحب وقلب كبير دجاج عزيزة حكاية إبداع وتطوير وصلنا لكل عيني بحب وقلب كبير دجاج عزيزة حكاية إبداع وتطوير يلي لما بتحلى فيها وطعم السفرة مع هجنان دجاج عزيزة بيحليها الجودة والصحة والضمان جديد في الأسواق برجر دجاج عزيزة من لحم الدجاج الصافي صحي ولذيذ تجدوه في جميع معارض عزيزة ونقاط البيع المعتمدة جوازنا كترت والفرحة كبرت شكل الدنيا ضحكت وأكتر أحلى جوازنا كترت والفرحة كبرت شكل الدنيا ضحكت وأكتر أحلى يلا بدك تغيير وافتح حساب توفيق مع الإسلام الفلسطيني اللي ما صار حيصير توفير 22 حلمك صار بالإيد توفير 22 ربحك مش بعيد توفير 22 جوازنا كترت والفرحة كبرت افتح حساب توفير ب $100 أو أكثر أو غذي حسابك الحالي لا تدخل السحب على جائزة كبرى شهرية وعشرات الجوائز النقدية الأخرى للمزيد www.islamicbank.ps البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار حبيت كيف وانا قاعد في البيت زرعة وطاير وعليت والنت مكفينا مكفينا وشو صار مش طالع انا بالدار الفايبر سرعته نار انا والعيل باجواء السرعة جلينا ويلا نعيش مع مالت الجيجا فايبر يلا نعيش على السرعة أجواء السرعة بتفرق ما بالت الجيجا فايبر في البيت عيش أعلى سرعة انترنت بتكفي كل العيلة مع بالت الجيجا فايبر أسرع انترنت منزلي للاشتراك زوروا أحد معارض بالت وجوال أو الموزعين المعتمدين أو الاتصال على 199 خاضع للإمكانية الفنية أهلا بكم من جديد تحياتي لكل المتابعين والمشاهدين معنا عبر شبكة وطن الإعلامية في هذه التغطية الخاصة غزة الصامدة غزة الأمل ومعكم أولا بأول في آخر التطورات والمستجدات في هذه الحرب هناك حرب أخرى وهناك حملة أخرى حملة على المقدسيين وأيضا فلسطينيي الداخل التحقيق مع العشرات من المواطنين والنشطاء الكتاب الفنانين أي أحد يكتب أي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الإعجابات تستهدف عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا الجنون الذي وصفناه قبل قليل هل هي حملات تخويف للمقدسيين وفلسطينيي الداخل أم فعلا هناك استناد قانوني تستند عليه السلطات الإسرائيلية في هذه التوقيفات والتحقيق الذي كان آخرها
احتجاز وتوقيف الفنانة دلال أبو آمنة من الناصرة بفعل منشور كتبته على موقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: لا غالب إلا الله. ذهبت لتقديم شكوى ضد التحريض عليها من قبل المستوطنين فاحتجزوها هناك. ينضم لنا لمزيد من التفاصيل عبر الخط الهاتفي الأستاذ المحامي من القدس محمد دحلة. أستاذ محمد صباح الخير وأهلا بك معنا. صباح الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين. دعنا نفهم ونستوضح منك أكثر أستاذ محمد، ما الذي يحدث؟ هل هذه الحملات واحتجاز العشرات والتحقيق معهم هي فعليا تستند على قوانين تجرم الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي أو كتابة المنشورات، أم أنها لترهيب وتخويف المقدسيين وفلسطيني الداخل في هذه الحرب؟ أختريم، البنية التحتية القانونية كانت موجودة منذ سنوات. نعم. في عام 2016 تم سن قانون جديد دمج كل القوانين القديمة السابقة، سمي في إسرائيل قانون مكافحة الإرهاب. بموجب هذا القانون هنالك العديد من المخالفات التي تتعلق بموضوع ما يعرفه القانون الإسرائيلي على أنه إرهاب أو مساعدة منظمات إرهابية أو دعم وتأييد لمنظمات إرهابية. ما يعنينا حاليا هو مادة معينة في هذا القانون المتعلقة بموضوع كيل المديح أو التشجيع أو التأييد أو الدعم لهذه المنظمات عن طريق النشر، نشر المنشورات على الملأ. يعني ما يقوله الإنسان لنفسه أو ما قد يقوله لزوجته أو لأفراد عائلته في جلسة عائلية، هذا أمر يختلف عما ينشر. ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر نشر على الملأ، وبالتالي هذا النشر على الملأ هو ما يجربه القانون، ويعتبر أي دعم أو تأييد أو تشجيع وصلت بهم إلى حد اعتقال طبيب عربي في هداسة لأنه ضغط على زر الإعجاب اللايك على أحد المنشورات. إذا كانت المنشورات تتعلق بكيل المديح أو التعييد أو الدعم لما يعرفه القانون على أنه منظمة إرهابية، وبطبيعة الحال في الوضع الحالي بسبب النزاع الحاصل بالأساس بين حركة حماس وبين الجيش الإسرائيلي وحالة الحرب الموجودة، حركة حماس معرفة بموجب القانون الإسرائيلي على أنها منظمة إرهابية، وبالتالي أي إبداء أي إعجاب أو دعم أو تشجيع أو مساندة لحركة حماس هذا يعتبر موجب القانون مخالفة جنائية. بالماضي ربما كانوا يغطون الطرف لأن الوضع كان مختلفا. الآن نحن في فترة خاصة مميزة، فترة عصيبة، هي فترة الحرب أولا وفترة ما حصل من وجهة نظر إسرائيلية في بداية هذه الحرب، وهذا أثار حفيظة أجهزة الأمن الإسرائيلية، وبالتالي بدأوا يتعاملون بشراسة أكبر وبدأوا بملاحقة المضامين الإعلامية وما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، معتقدين بأن يعني حالة يعني ما ينشر وحالة التأييد والدعم قد تؤدي إلى مزيد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي وضد المواطنين الإسرائيليين، ولذلك يشنون هذه الحملة من الاعتقالات. الاعتقالات قد لا تعني بالضرورة تمديدها في المحاكم، وقد لا تعني بالضرورة تقديم لوائح اتهام، ولكن يتوجب على المواطنين أخذ الحيطة والحذر، نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك والإنستغرام وما شابه ذلك. يعني يجب أن نعقل ونتوكل أولا، ويجب أن نعرف أنه ليس أنه لكل مقام مقال، وليس كل ما قد يشعر به الإنسان بإمكانه أن ينشره. هنالك ضوابط، والضوابط تقول أن التعبير عن التأييد الدعم والتشجيع والإعجاب بما قامت به حماس أو ما تقوم به حماس هو مخالفة جنائية، ويجب على المواطن أن يعرف ذلك. وبالتالي إذن أنت تتحدث عن المنشورات التي تكتب تأييدا للمقاومة أو تأييدا لحماس أو تأييدا من يضع صورة أو يؤيد موقف معين أو يضع إعجاب على صورة تدل على ذلك، هذه كلها تعتبر اليوم مخالفات جنائية ويجري الاعتقال على خلفيتها.
نعم هذا صحيح. طيب المضامين المتعلقة بنشر الأخبار للإعلاميين للصحفيين للكتاب الذين يكتبون حول الموضوع من ناحية مهنية إعلامية أو ينشرون الأخبار؟ لا 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 ضير في ذلك. نشر الأخبار ونقل الأخبار لا ضير في ذلك، ولكن أن ينشر شخص معين شخص ما خبر يعني يستدل منه أنه داع لحركة حماس أو لما تقوم به حركة حماس أو يشجع ما تفعله حماس، هذا الذي يعتبر مخالفة جنائية. أما نقل الأخبار عما يحصل وعما يجري وعن الأعمال القتالية وعن نتائج هذه الأعمال وما قد تؤدي إلي هذه الأعمال، كل هذا في إطار حرية التعبير عن الرأي المكفولة. هذا أصلا ينقله أيضا الإعلام العبري. صحيح. صحيح. لكن يعني ماذا تفسر احتجاز والتحقيق مع الفنانة دلال أبو أمنة على إثر منشور كتبت فيه لا غالب إلا الله ووضعت بجنبه إيموجي علم فلسطين؟ يعني وطبعا هذا التحقيق جاء معها بعد حملة تحريض عليها من قبل المستوطنين. أنا يعني وصلني ربما صورة عن الشاشة لما نشرته الفنانة الملتزمة دلال أبو أمني، واضح أن كان هنالك ربما يعني ملفات مبيتة سابقا بسبب المواقف المشرفة لهذه الفنانة وتاريخها الحافل بالغناء ودعم التراث الفلسطيني والقضية الفلسطينية. الآن عندما نشرت هذا المنشور على ما يبدو يوم السبت مع خلفية سوداء والقول لا غالب إلا الله وربما علم فلسطين كما تقولي، يحاولون تفسير ذلك على أنها عمليا تدعم ما قامت به حماس يوم السبت 17. طبعا هذا التفسير هو التفسير الذي أعطوهم لهذا المنشور. أنا متأكد أن هذه المقولة التي هي مقولة دينية أصلا وليست يعني هي ليست تعبير عن الرأي، بمعنى هي لم تقل شيئا جديدا، هي لم تخترع شيئا ولم تقول أنا أشجع أو أنا أدعم، يعني ذهبوا بعيدا في تفسيراتهم لكي يربطوا ما بينها وبين دعم حماس. واضح أن الهدف استهدافها كما قلنا كان مبيتا من الماضي. ولكن أيضا يستدل أستاذ محمد أيضا يستدل على هذا الاحتجاز والتوقيف أنا أيضا من أجل التخويف والترهيب. نعم يعني يحاولون اعتقال أناس مؤثرين في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل وفي مدينة القدس، ويعني اعتقل أيضا دكتور عامر هزيل. عامر الهزيل هو دكتور معروف في النقب ومرشح كان لرئاسة بلدية مدينة رهط أكبر المدن في النقب، اعتقل أيضا على خلفية منشورات ومقالات وتحليلات نشرها على صفحته على الفيسبوك. والآن دلال أبو أمني وهذا الطبيب الذي تحدثنا عنه وهنالك العشرات من حالات الاعتقال. الهدف واضح، تحديد الحدود، توضيح هذه الحدود، منع أي انزلاق شعبي باتجاه دعم وتشجيع وتأييد وكيل المديح لما تقوم به حركة حماس، وعلى المواطنين أن يفهموا الحدود. هذه ليست مباراة كرة قدم والناس تشجع أحد الفريقين، هذه حرب دائرة. القانون الإسرائيلي يطال السكان داخل إسرائيل داخل الخط الأخضر وأيضا في مدينة القدس. القانون الإسرائيلي يعرف من يشاء على أنه منظمة إرهابية ويحدد الحدود التي بإمكان المواطنين أن يعني أن يعبروا بها عن رأيهم، وبالتالي علينا التوعية وأن يعرف المواطن أنه يعني قد يشارك في منشورات يرى بها الكثير من كيل المديح لحماس، ولكن هؤلاء يقولون ذلك وهم يعيشون في دول عربية مجاورة أو خارج البلاد. ما قد يفعله أي مواطن خارج البلاد يختلف عما يمكن للمواطن في البلاد أن يفعله ويقوله، وبالتالي يجب ألا يقع المواطن في هذا الخطأ وألا ينشر مثل هذه المنشورات، لأن النتيجة تكون تحقيقات واعتقالات وربما لوائح اتهام. بالإمكان بطبيعة الحال التعاطف مع السكان المدنيين في قطاع غزة، بالإمكان المطالبة بوقف هذه الحرب المجنونة، بالإمكان القول أن ما يتم هناك قد يرقى لجرائم حرب، بالإمكان قول الكثير أنه يجب مساعدة الشعب الفلسطيني الواقع تحت هذا الكم الهائل
من القنابل والصواريخ التي لا تعقل. إن كان القول الكثير التعاطف مع الشعب الفلسطيني وعلى المواطنين الأبرياء أمر مشروع، ولكن أي شيء قد يفسر على أنه دعم لحماس أو لنشاطات حماس التي يعرفها القانون الإسرائيلي مرة أخرى على أنها منظمة إرهابية، هذا يعتبر مخالف للقانون لأنه يتخطى الخطوط الحمراء التي وضعها القانون الإسرائيلي. طيب أستاذ محمد، هل جميع هذه الاعتقالات أو التوقيف يعني قدمت لهم جميعا لوائح اتهام؟ بمعنى هل ما هي العقوبات، إلى أي حد قد تصل هذه العقوبات في حال قدمت لائحة اتهام، وهل قدمت للعشرات الذين تم اعتقالهم لوائح اتهام؟ أعتقد أن غالبيتهم يعني مددوا كانت ما يسمى تمديد لأيام على ذمة التحقيق، لأننا نحن نتحدث أصلا عن يعني الموضوع كله جديد. في بعض الحالات أعلنت النيابة أنها تنوي تقديم لوائح اتهام، لائحة الاتهام تكون على مخالفة كما قلنا قانون مكافحة الإرهاب. إذا أثبتت المخالفة مخالفة دعم وتأييد وتشجيع ومديح عن طريق النشر لمنظمة إرهابية كما يعرفها القانون، القانون يقول أن هذه مخالفة جنائية تصل عقوبتها إلى 3 سنوات، ليس بالضرورة أن تفرض العقوبة يعني بهذه الصرامة، ولكن هذه هي العقوبة القصوى التي قد تفرض. طبيعة الحال الموضوع يتعلق ب نوع المنشور، مدى وضوح المنشور، كمية المنشورات، المنشور واحد أم أكثر، فحوى المنشور، مدى تفاعل الناس مع هذا المنشور، هنالك ظروف مختلفة التي قد وقد يطلق سراحهم دون تقديم لائحة اتهام. عفوا، وقد يطلق سراحهم دون نعم وقد يطلق سراحهم دون تقديم لائحة اتهام. قد يفسر الإنسان يعني أنا ما نشره يعني قابل للتفسير بطريقة أخرى، وأن ما نشره لم يكن كما فسروه، وأن يعني مثلا الطبيب الذي اعتقل بسبب ضغطه على زر اللايك، يعني الكثيرون من الناس يتصفحون بسرعة صفحات التواصل الاجتماعي صحيح. في الفيسبوك وغيره ويضعون اللايك يعني على اليمين وعلى الشمال كما يقال، يعني بسرعة بدون تفكير، بدون يعني أن يكون لديهم النية والهدف، يعني مجرد أنه رأينا أو شاهدنا أو يعني ليس بالضرورة بمعنى الدعم والتشجيع. مثل هذا التفسير قد يقبل وقد لا يتم التعامل معه بنفس القساوة التي يتم التعامل بها مع منشورات واضحة تدعم أو تشجع أو تؤيد أو تقيل المديح كما قلنا الحماس. أستاذ محمد، بالنهاية يعني هل هناك فعليا مشروع قانون جديد يستهدف الاستهلاك الإعلامي أو الإخباري أيضا سيدرس أم ماذا؟ يعني سمعنا أخبار تتحدث عن مشروع قانون جديد. نعم، هنالك مذكرة قانونية أصدرتها وزارة القضاء ب 16 شهر. هذه المذكرة تضيف مادة جديدة إلى قانون مكافحة الإرهاب المذكور، وهذه المادة تتحدث الآن عن تجريم الاستهلاك الممنهج والمستمر لمنشورات لمنظمات يعتبرها القانون على أنها منظمات إرهابية. وفي هذا الشأن القانون حدد منظمتين بالأساس هما حماس وداعش، وقال أن الاستهلاك أو يعني إذا سن هذا القانون هذا هو الهدف، استهلاك منشورات لهاتين المنظمتين بشكل ممنهج وبشكل مستمر، منشورات تكون إما توثق عمليات قامت بها هذه المنظمات أو منشورات تشجع أو تحرض من قبل هذه المنظمات على القيام بعمليات إضافية. المقصود قنوات إعلامية تابعة لها مثلا أو صفحات إعلامية تابعة لها؟ صفحات بالأساس صفحات إعلامية، فيديوهات تنشرها، ممكن قنوات تيليجرام وغيره. الادعاء من قبل وزارة القضاء هو أن هذا الاستهلاك الممنهج والمستمر أدى في العوامل الأخيرة إلى ظاهرة ما يسمى أصحاب العمليات الانفرادية أو الأفراد الذين يقومون بعمليات ضد الجيش الإسرائيلي وضد أهداف إسرائيلية ومواطنين إسرائيليين بدون أن يكونوا جزء من منظمة يعني لها يعني نظام مؤسس كما كان في الماضي. وهذا ادعاء وزارة القضاء أن التعامل مع هذا النمط من العمليات هو صعب جدا، وأيضا يقولون أن هذه العمليات على ما يبدو تحصل
لأن العديد من المواطنين يستهلكون بشكل ممنهج ومستمر في بيوتهم أو في مكاتبهم أو أثناء يعني تواجدهم لوحدهم هذه المنشورات أو هذه المضامين، وبالتالي بعد هذا الاستهلاك هم أولا يكون لديهم التعبئة الداخلية لتنفيذ هذه العمليات، وبعض الأحيان أيضا يكون لديهم الخبرة والدراية بكيفية تنفيذ هذه العمليات، وبالتالي بعد هذا الاستهلاك يقومون فعلا بتنفيذ عمليات انفرادية، وهذا أمر يصعب على الجيش وعلى قوات الأمن الإسرائيلية التعامل معه بخلاف التعامل السابق مع العمليات التي كانت تقوم بها المنظمات، لأن هذه العمليات كان أسهل اختراق هذه المنظمات ومعرفة عن طريق معلومات استخباراتية ما التي سيحصل وأين ستحصل هذه العمليات، وكان بالإمكان إجهاضها، ولكن رأينا أنه مع العمليات الفردية هكذا تقول وزارة القضاء كان من الصعب جدا على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التعامل معها، والآن هذه إحدى الوسائل لمكافحة هذه الظاهرة، ظاهرة العمليات التي يقوم بها الأفراد الفلسطينيون. نعم، شكرا لك على هذه التوضيحات المهمة جدا حقيقة في هذه المرحلة، الأستاذ محمد دحلة المحامي من القدس، تحياتي لك، شكرا جزيلا. تحياتي لكم إلى اللقاء. طبعا متابعينا ومشاهدينا، يعني في آخر المستجدات والأخبار، هناك صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، أيضا هناك مصادر عبرية تتحدث عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان اتجاه مستوطنة المطلة الحدودية، أيضا صافرات الإنذار دوت قبل قليل في النقب الغربي، وأعلن الاحتلال قتل 4 مسلحين قرب كيبوتس حنيت المقام قرب الحدود اللبنانية عند الجنوب اللبناني بعد أن استهدفهم بقصف من طائرة مسيرة. هذه آخر المستجدات إذن في الجبهة الشمالية على الحدود اللبنانية. في هذا الوقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أعلنت عن تعطل الإذاعات في غزة بسبب القصف ونقص الوقود، حيث كشفت النقابة عن توقف العديد من الإذاعات العاملة في قطاع غزة بسبب القصف الصاروخي الذي استهدفها، وكذلك بسبب نقص الوقود أيضا. وبالنسبة لعدد الشهداء الذين استهدفهم الاحتلال من الصحفيين وصل وارتفع إلى 13 صحفيا واستهداف 50 مؤسسة إعلامية منذ بدء العدوان على قطاع غزة. لمزيد من التفاصيل ينضم لنا عبر سكايب محمد اللحام، مسؤول لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين. محمد صباح الخير وأهلا بك معنا. صباح الخير زميلة ريم بكري ولكل السيدات والسادة المشاهدين والمتابعين، والرحمة لشهدائنا في قطاع غزة والعربية وإيكم. نعم، بالبداية دعنا نوضح أن هذا العدوان يعني منذ 11 يوما يستهدف، نعم، أهلنا في قطاع غزة، لكن أيضا في الضفة هناك عشرات الشهداء وحملات اعتقالات مسعورة، أيضا في كل ليلة هناك حملات اعتقالية كبيرة ومواجهات في عدة مناطق في الضفة، من ضمنهم أيضا تم اعتقال نجلك عبد الناصر اللحام عند اقتحام مخيم الدهيشة من قبل قوات الاحتلال. نعم، يعني هاي حال الشعب الفلسطيني، وبصراحة يعني حالة الانفلات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بدفيئة أمريكية غربية، إن كان في على مستوى قطاع غزة أو الضفة الغربية
واضح حجم المجازر في هذا الجانب. ويعني أنا بقول لك 5:30 يعني نهان في قيام الجيشة وإحنا بنتعرض للغاز المسيل الدموع اللي رافق حملة اعتقالات جديدة أيضا يعني كل ليلة في اعتقالات. وبالنهاية ريم يعني هذا حال على كل الناس، أولادنا مش أحسن أولاد الناس، بالنهاية في ضريبة بدنا ندفعها. ما يحدث حالة مصيرية وحالة تاريخية، وبكل صدق وصراحة في أثمان صحيح، ولكن يعني في كرامة، في عزة، في وقفة وطنية من كل التنظيمات. اليوم يعني قد تكون إحدى رسائل نقابة الصحفيين للمجتمع الفلسطيني ذات علاقة بالتكاتف بالتعاضد، الابتعاد عن أي حالة خلافية ثانوية، عدائنا المركزي نعم مع الاحتلال. إحنا كنقابة صحفيين وكحالة صحفية لا إحنا مش محايدين، والحياد هنا لا مش هنا الحياد، ولا يمكن يكون في حياد. إحنا على يمين وتسجلوا علينا وبثوها لكل العالم، إحنا على يمين أي فعل مقاوم من أي حالة فلسطينية في وجه هذا الاحتلال. وبالتالي دعوتنا للبقاء على حالة من التكاتف والابتعاد عن أي يعني أي عمل إعلامي له علاقة بالخلافات الداخلية أو الفتنة الداخلية. بالعكس إحنا بنناشد كل الحالة الصحفية إن نركز على الدفء الداخلي وعلى التلاحم الداخلي. هاي كمان رسالتنا كنقابة صحفيين. نعم بالطبع أكيد. والاحتلال استهدف كل شيء في قطاع غزة، الحجر، البشر، الشجر، الأطفال، النساء، وأيضا الإعلام. 13 شهيد من الصحافة الفلسطينية، أيضا توقفت العديد من الإذاعات العاملة في قطاع غزة بسبب القصف الصاروخي، حيث تعرضت العديد من الإذاعات لهذا القصف. عدم سماح قوات الاحتلال بدخول الوقود إلى قطاع غزة قد يشل أيضا عمل قطاع الإذاعات. دعنا نسلط الضوء قليلا على هذا الأمر. نعم، في قطاع غزة يعني هنالك حوالي 24 إذاعة محلية بتبث من قطاع غزة، وفي قطاع غزة زميلة ريم في ثقافة الإذاعة، يعني تاريخيا الناس بيحبوا وعندهم هاي الثقافة إنهم يستمعوا للإذاعات ويتابعوا الإذاعات. وأيضا الانتشار لهذه الإذاعات عبر المنصة الإلكترونية، أيضا عبر منصات مثل فيسبوك والتليجرام وغيرها، كمان ساهم بانتشارها وإلها متابعين وإلها جماهيرها وصحفيين يعني مشهورين كمان في الإذاعات المحلية باعتبار أدائهم الجيد يعني وتعاطي الناس وطرح مشاكل الناس. ففقدت الناس هاي الميزة خاصة مع انقطاع الكهرباء. هو صحيح تاريخيا يعني 16 سنة هذا الحصار على القطاع وموضوع البترول والبنزين والسولر يعني مقطوع أو يعني موجود مش بشكل دائم، وأغلبية هذا السولر أصلا يأتي من الحدود المعبر المصري، هو سولر مصري يعني أكثر من 90% من هذا السولر هو من مصر أصلا. ومع بداية هذا الحرب تم قطع الحدود وإغلاق المعابر وعدم دخول أي المواد مواد الطاقة لقطاع غزة، وبالتالي حتى اللي كان محتفظ بكمية بسيطة يعني انتهت، والمخازن تم قصفها حتى لمحطات الوقود، توقفت هذه المحطات عن العمل نتيجة ذلك، بالإضافة إلى قصف يعني العديد منها أثناء قصف الأبراج اللي تم بالبداية. هذه الأبراج كان فيها العديد من الإذاعات اللي تم تدميرها تدمير كامل، يعني لم يسمح أي أحد لأن يصل إلى مكان العمل في هذه الإذاعة لإخراج بعض المعدات أو حتى الإرشيف أو حتى الأوراق. يعني دون سابق إنذار تم قصف هذه الأبراج التي تحتوي على هذه الإذاعات، وبالتالي هنا أصبح الضرر كبير جداً على قطاع الإذاعات. كما هو أيضا يعني تتحدثي عن قصف يعني تضرر حوالي 50 مؤسسة إعلامية ما بين تدمير كامل وتدمير جزئي، أيضا بنفس الروحية لم يستطيعوا أن يخرجوا لا كاميرا ولا دفتر ولا حتى قلم.
نعم، يعني فعليا 50 مؤسسة إعلامية قد تعرضت للقصف والتدمير كما تحدثت، كيف تتابعون في نقابة الصحفيين وترصدون هذه الانتهاكات، علما أنه التواصل أصبح صعب للغاية مع الوسائل الإعلامية في غزة، مع الصحفيين، كما هو مع المواطنين، وذلك بفعل انقطاع الكهرباء، يعني حتى نحن بصعوبة نتواصل مع مراسلنا في قطاع غزة، كيف طبعا النقابة أيضا في غزة تتواصل معكم وترصدون كل هذه الانتهاكات؟ نعم، بصراحة يعني أنا يعني حتى اللحظة بحاول أتواصل من 7-9 أيام من بداية الحرب، أصيب زميل عزيز علينا زميل إبراهيم جنان، لليوم أنا مش قادر أحكي معه، أقول له الحمد لله على السلامة، يعني بعثت له رسائل، حاولت أتصل عليه بالاتصال العادي عبر الإنترنت، أتصل عليه، يعني حتى اللحظة أنا مش قادر أقول لصديق عزيز وزميل عزيز الحمد لله على السلامة. وحتى بعض الزملاء اللي فقدوا عائلاتهم كاملة أو أحد أقربائهم كمان، يعني يدوب أنت قادر يعني تقول له الحمد لله على السلامة. يعني أنا بصعوبة اليوم الصبح مثلا أحكيت مع زميلنا وليد عبد الرحمن، كنت بحاول أحكي معه قبل، لأنه قصف بيته وهدم بيته بشكل كامل وربنا ستره، كمان كثير من الزملاء اللي فقدوا أحبائهم حقيقة، مثل ما شفنا يعني صحفي تفاجأ بالتغطية بأحبائه، مثل ما شفنا طبيب، مثل ما شفنا طبيبة تفاجأت بزوجها، بطبيب تفاجأ بابنه، يعني هذا واقع الحال الصعب. وبالتالي حتى التواصل عبر يعني الإنترنت أو عبر الاتصال العادي صعب جدا، بالإضافة لأن في بعض الزملاء اضطروا مع عائلاتهم للنزوح إلى الجنوب أيضا، وتخيلي يعني حجم المعاناة والعامل النفسي الصعب، بدون ذكر أسماء. الحكت يعني قصة لصحفي متهم بأنه كان موجود داخل المستعمرات الإسرائيلية أثناء دخول المقاومين، وبالتالي قصف بيته كاملة، لأن ظهرت صورته يعني في التغطية في الداخل، قصف بيت اعتقدوا انه في بيت بيته كان فارغ، كان مخلي، قصف بيت انسبائه لاعتقاد انه هناك، واستشهد العديد، اعتقدوا انه في بيت اعمامه، استشهد ايضا بعض اعمامه وابنائهم، وبيت ثالث اعتقدوا انه في من اقربائه، 10 من الشهداء في قصف اسرائيلي في البحث عن اغتيال صحفي، فقط لأنه كان في الداخل بيغطي بالصورة لهذا الحدث، 10 من الشهداء، وتهديدات من المستوطنين من المخابرات نشروا صورته، يعني تخيلي هذا الجنون، دفع ثمن 10 شهداء من أقربائه. ولكن يعني قال لي بالله أنا ما بدي تنشر، ما بديش تزيد الأمور علي، فأنا احترمت رغبته بالآخر يعني في هذا الجانب. تخيل لوين يعني الجنون صحيح. والإرهاب اللي طيب الاتحاد الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم هل تم وضعه في الصورة كما يجب؟ أيضا اتحاد الصحفيين العرب هل صوتهم مسموع اليوم؟ هل في تواصل لكم معهم؟ لم نسمع لهم صوت عالي، ربما يكون هناك بعض التحركات، لكن هل تعتقد أنهم يعني اليوم 13 صحفي شهيد، اليوم استهداف للإذاعات، للمباني الإعلامية، لكل شيء، ألا تعتقد أنه يجب أن يكون الصوت أعلى من ذلك؟ أنا أقدم كل الاحترام لاتحاد الصحفيين العرب في البداية، والنقابات مثل النقابة المصرية، النقابة الأردنية، النقابة اللبنانية، السورية، العراقية، حقيقة النقابات الخليجية المغربية بصراحة يعملوا معنا بطاقة عالية بحيث يشاركونا في الجميع، صدر بيانات الجميع، صدر مواقف على مستوى النقابات العربية، ولكن ذهبوا أيضا معنا برصد، شكلوا لجان النقابة المصرية وغيرها من النقابات، لجان لرصد انتهاكات الاحتلال وجرائم الاحتلال، وكذلك الاتحاد الدولي بصراحة كمان موجودين ومتابعين معنا، ويوم يوم كل التقارير اللي تصدرها النقابة وكل الحيثيات كمان بتابعوا معنا
احنا طبعا في صدد تشكيل لجنه لملاحقه مرتكبي الجرائم، وليس ذلك فقط بل ايضا حتى على مستوى زميلين بعض وسائل الاعلام الغربيه التي تورطت في دمنا ووقفت على يمين هذا الاحتلال، وهي شريكه في المجازر عندما بثت وتبث اخبار كاذبه، أخبار مضللة. بدأت بالتراجع الآن، بدأت بالتراجع، يعني في تراجع ملحوظ. لو تراجعت يجب أن تتحاسب. من يقتل شعبنا؟ هؤلاء الصحفيين هم من يقتلوا شعبنا. هل من الممكن على 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 سيرة الحساب محمد، هل من الممكن مساءلتها قانونيا؟ يعني إذا قدمت النقابة شكوى في هذا الأمر، مساءلة ومحاسبة وسائل الإعلام التي كذبت في أخبارها حول ما جرى؟ سنعمل على ذلك زميلة ريم، ولكن هذا يحتاج إلى أن نقف على الحالة القانونية من خلال اللجان اللي تحدثت لك إن ضرورة إنشائها للمتابعة. أكيد لازم تكون فيها حالة قانونية من القانونيين، وإحنا لابد أن نتعاون مع الاتحادات العربية والإقليمية والدولية الحقوقية، لأن بالنهاية إحنا صحفيين يعني مهمتنا أكثر في هذا الجانب، وقد نجهل بعض يعني النقاط القانونية. لذلك ليس عيبا، بالعكس من المهم أن نستعين بكل الجهات القانونية محلية، نقابة المحامين الفلسطينيين، وزارة الخارجية، شؤون المفاوضات، كل من له علاقة بهذا الجانب يجب أن نتكاتف في سبيل الملاحقة وفي محاولة لحماية صحفيينا وصحفياتنا من هذا الإرهاب، وأيضا حماية شعبنا من هذا الإرهاب الذي يمارس بحقنا. الله يحمي الجميع حقيقة في ظل هذا الوضع الصعب علينا جميعا في تقديم هذه الرسالة. نعم. وضع الضفة الغربية وزميلاتنا وزملائنا في الضفة كمان طبعاً. اللي بنطالبهم بضرورة توخي الحذر وبضرورة أخذ كل سبل السلامة أيضا، ومثل ما قلنا قبل يعني ما كنا يعني الصحفي يمتلك هذا الدرع، وهذا الدرع لا يحمي من السواريخ ولا يحمي من الدبدب أيضا، ولكن بالحد الأدنى يجب أن نراعي يعني شروط السلامة المهنية. نعم، يعني حقيقة جيد كل ذلك، أخذ الحيطة والحذر، رغم أنه اليوم يقصفون يعني ويستشهدون في قطاع غزة وهم أصلا يلبسون ويحملون هذه الدروع. رحم الله الشهداء جميعا وشهداء الصحافة الفلسطينية، وشكرا جزيلا لك مسؤول لجنة الحريات في نقابة الصحفيين محمد اللحام، تحياتي. خلينا نكون في آخر التطورات والأخبار في الجزء الأخير من هذه التغطية، إلى أين وصلت الأمور وآخر المستجدات حتى الساعة 10:40. إذن طائرات الاحتلال تدمر منزلا لعائلة المقيدة في دير البلح وسط قطاع غزة، إذن الغارات متواصلة. وينضم لنا مراسلنا من قطاع غزة عبد الهادي أبو قينس، كنا قد فقدنا الاتصال معه قبل قليل. الحمد لله على سلامتك، على سلامتك عبد الهادي، ونتمنى أن تكون دائما بخير. أهلا بك.
شكرا لكم، شكرا تحياتي، وشكرا على هذه المشاركة الطيبة. شكرا، شكرا جزيلا يا أختي. هذا أقل الواجب يا عبد الهادي، يعني بالنهاية سلامتكم وأهم من أي شيء آخر بالطبع. واضح زميلي يا عبد الهادي إنه الغارات متواصلة ومكثفة هذه المرة منذ الأمس واليوم على رفح في الجنوب، ويعني هذا يحمل دلالات كثيرة. ماذا يعني ذلك؟ والآن في دير البلح في وسط قطاع غزة. بالضبط، قبل قليل غارة جوية على مخيم دير البلح، هذا المخيم المكتظ بآلاف اللاجئين الذين يقيمون في هذا المخيم. وعلى غرار ذلك سجلت العديد من الغارات الجوية أيضا في المخيمات الفلسطينية، هذه المخيمات التي تعج بآلاف اللاجئين الفلسطينيين. بالمناسبة إذا ما قصف المنزل توقع بأن القصف سيصل إلى بعد ما يقارب من 70 إلى 100 متر في محيط أو في قطر المنزل الذي يقصف. يعني بالأمس كنا في المستشفى وجاء وكان هناك قصف في منطقة النصيرات، المحور الذي طاله القصف ما يقارب من 700 متر أو 600 متر، كان قصف مدفعي عنيف وغارة جوية أيضا عنيفة. إذن الغارات مستمرة على قطاع غزة والاستهدافات أيضا للبنايات السكنية مستمرة، الأمر الذي زاد أو يزيد من عدد الشهداء، يزيد من عدد المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. حرب إبادة، حرب تطهير عرقي ما يحدث هنا في قطاع غزة، خاصة ما حدث خلال الساعات الماضية في مدينة رفح تحديدا في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح، وأيضا في مدينة خان يونس سجلت العديد من الغارات التي قصفت من خلالها البنايات السكنية على ساكنيها. وقالت مصادر طبية بأن عدد الشهداء حتى اللحظة لا نستطيع أن نحدد الإحصائية النهائية لعدد الشهداء، إلا أن عمليات القصف مستمرة والغارات مستمرة والقصف مستمر، الأمر الذي يزيد العدد كل دقيقة وكل لحظة حسب ما تحدثت المصادر في وزارة الصحة. ريم، يمكن القول بأن القطاع الصحي ليس أوشك على الإطار تماما، يعني تحدثنا مع بعض الأطباء قالوا يعني حقيقة المستلزمات الطبية هناك تقنية كثيرة جدا في المعدات التي تستخدم لتضميد جراح الجرحى، أيضا المستلزمات الطبية المعدات الطبية عفوا التي تستخدم أيضا ترغب أو هناك رغبة ضرورة في إعادة تدوير مثل هذه المعدات، خاصة وأنها استهلكت نظرا للحصار المفروض على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 17 عاما. فبالتالي عملية الحصار المستمرة أدت أيضا إلى إتلاف المعدات التي تستخدم في القطاع الصحي. طيب المخاطر يعني هنا في غزة تتحدث أنه ربما حتى اللحظة لم يتم فتح معبر رفح. هذا ما وددت أن أسألك عنه عبد الهادي حقيقة. إذا ما نعم، هذا ما وددت أن أسألك عنه عبد الهادي حقيقة، هل يوجد أي خبر عن إدخال مساعدات اليوم، هدنة، أي منفذ، أي ممر إنساني، أي إدخال مساعدات؟ هل ترشح أي جهة أم للغاية الخبر هو إغلاق المعبر؟ أريم، دعينا نكون واضحين، خاصة نحن هنا في الميدان ونتحدث بكل صراحة، لا يوجد أي من الملامح على الأرض لأي من الأدنى أو التهدئة حتى اللحظة. الغارات مستمرة، القصف الإسرائيلي مستمر، العدوان الإسرائيلي الهمجي والغارات مستمرة على قطاع غزة ولم تتوقف لحظة إلى هذه اللحظة التي أتحدث لكم بها. ولكن ما يدور حول فتح المعبر، هناك مفاوضات ومباحثات بين الجانبين المصري والإسرائيلي لفتح معبر رفح ولتمكين المصريين من إدخال المساعدات، خاصة المساعدات الغذائية والطبية واللوجستية المقدمة من الدول العربية والتي قامت بإيصالها للجانب المصري عن طريق الهلال الأحمر المصري، وصلت إلى مطار العريش، ومن ثم حسب المصدر قالوا بأن هذه المساعدات وصلت إلى الجانب المصري من معبر رفح، ولكن لم يتم إدخال
ادخال هذه الكميات الى قطاع غزة حتى اللحظة. هناك رغبة من خاصة وزارة الصحة بضرورة توفير الممر الآمن، بضرورة فتح المعبر، بإدخال خاصة المساعدات الطبية والمستلزمات لكي تتمكن وزارة الصحة من مواصلة عملها في ظل الغارات الجوية وفي ظل زيادة عدد الجرحى الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. إذا يمكن القول بأن حتى اللحظة بانتظار فتح المعبر لكي يتسنى إدخال هذه المساعدات، وأيضا لكي يتسنى لحملة الجنسيات الأجنبية والمتواجدين في مقرات الأمم المتحدة في رفح جنوبا وليس في مدينة غزة. هذه الجماعات أو أصحاب الجنسيات الأجنبية طلب منه بالتواجد في مقرات الأمم المتحدة في مدينة رفح في أقصى الجنوب من قطاع غزة لكي يكونوا قريبين من معبر رفح البري. إذا ما تم التوافق أو الإعلان بشكل رسمي عن فتح المعبر من السهل لهم التنقل أو الوصول إلى معبر رفح جنوب قطاع غزة. نأمل أن يتم فتحه بشكل عاجل لإنقاذ النساء والأطفال، ومن أجل أيضا إدخال المساعدات اللازمة والضرورية والوقود واللوازم الطبية أيضا. إلى هنا أشكرك زميلي المراسل الصحفي في قطاع غزة عبد الهادي أبو قينص، تحياتي لك. شكرا. شكرا لكم. شكرا. في آخر المستجدات والأخبار، الخبر الذي وصل لنا قبل قليل، إذن سلطات الاحتلال تطالب من تبقوا من مستوطنين في منطقة المطلة في شمال فلسطين المحتلة بمغادرتها بعد قصف المقاومة تلك المنطقة بصاروخ أصاب 3 إسرائيليين صباح اليوم. إذن سلطات الاحتلال تطالب من تبقوا من مستوطنين في منطقة المطلة في شمال فلسطين بمغادرتها بعد قصف المقاومة لتلك المنطقة بصاروخ أصاب 3 إسرائيليين صباح اليوم. تنتهي تغطيتنا الإعلامية لهذا اليوم وموجة غزة الصامدة غزة الأمل. نلقاكم بإذن الله في تغطيات أخرى لهذا اليوم. شكرا لكم على المتابعة، شكرا زملائي في الكنترول، ومن ريم العمري أطيب التحيات لكم جميعا، إلى اللقاء. لما تكون موجوع وما حد سامعك، بلاد القدس تبعتنا أدوها منا اليهود، ولما تكون مهموم وما حد سألك، والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش، بياع اللي بتفاش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك، وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية، اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن، يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية جوال وبالتل. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعي أطيب. شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار.